السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 4 أو الصف الرابع الابتدائي فيرست ترم أو الترم الأول، والنهاردة هنكمل شرح يونت 3 كلها. هناخد ليسون 4 وليسون 5 و 6 كمان، وبكده نكون خلصنا ان شاء الله ليسون 3. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ليسون 4 بيكلمنا عن الميوزك وبيكلمنا عن الآلات الموسيقية. فأول حاجة بيقولنا string instrument. string instrument، string يعني water، يعني خيط، يعني water. instrument instrument يعني آلات موسيقية، يبقى string instrument يعني الآلات الموسيقية الوترية، آلات وترية، الآلات اللي فيها أوتار، زي الفيولين. الفيولين، فيولين يعني الكمان. ربابة، ربابة، ربابة يعني الربابة. كمان عود، عود يعني آلة العود. وكمان كانون، كانون، كانون يعني آلة القانون، اللي هي آلة موسيقية برضو وترية. أما الآلات اللي فيها بننفخ هواء اسمها wind instrument. wind instrument يعني آلات نفخ، زي بقى الأوبو، زي الأوبو، الأوبو أو المزمار، الأوبو أو المزمار، وزي الناي، ناي، ناي يعني ناي، وزي طبعا وزي طبعا الشبابة، الشبابة اللي هي آلة تشبه آلة الناي، آلة طويلة كده بنفخ فيها. فولك ميوزك، فولك ميوزك يعني موسيقى شعبية. نوبيان ميوزك، نوبيان ميوزك موسيقى نوبية. بدوين ميوزك، بدوين ميوزك موسيقى بدوية. صعيدي ميوزك، صعيدي ميوزك يعني موسيقى صعيدية. تراديشنال، تراديشنال يعني تقليدي، تراديشنال. modern style، modern style يعني أنماط حديثة. key part، key part جزء أساسي. singing، singing يعني الغناء. clapping، clapping يعني تصفيق. drumming، drumming يعني قرع الطبول. musician، musician، musician يعني موسيقار. play، play يعني يعزف. mixed with، mixed with يعني ممزوجة به. special events، special events يعني أحداث خاصة. عندنا هنا جزء في reading لازم نقرأ، عشان اتكلمنا عن الآلات الموسيقية وإحنا لازم زي ما قلنا نتعلم نعمل reading لأن إحنا خلاص كبرنا. فتعالوا نقرأ مع بعض. Egypt has lots of traditional folk music. There are different styles from different parts of the country. Folk music from Upper Egypt. Folk musicians. Folk musicians from Upper Egypt play Saidi. Saidi. Saidi music. This type of music uses string instruments. Instruments. Instruments such as violins and wind instruments. Violins. Violins and wind instruments. Such as the oboe. Singing and drumming is also a key part. Further south is the home of Nubian. Nubian. Nubian music.
Clapping and drumming is an important part of this type of music. Nubian music is now popular all over Egypt. Sometimes it is mixed with other modern styles of music. The most popular instrument in Bedouin music are the shababa and the rababa. Bedouin music also often includes singing. Songs are usually about special events. تمام. وهي طبعا الكلمات اللي الموجودة في الباراجراف ده مكتوبة هنا، وكل كلمة مكتوب جنبها رقمها، هتلاقي ترجمة بتاعة الكلام. مهم ان احنا نعرف نعمل reading. كده خلصنا lesson 4. تعالوا نروح ل lesson 5 و lesson 6. والنهاردة الدرس بتاع النهاردة درس بسيط وسهل الحمد لله. طبعا هنا بيكلمنا عن لسه الميوزك والدانس، فبيقولنا هنا dance يعني يرقص، وده verb وناون كمان، يرقص فعل ورقص يعني dance يعني رقص، ده ناون. dancer يعني راقص، واحد بحد بيرقص. folk dancing يعني رقص شعبي. رقص عصايا يعني الرقص بالعصايا. تحتيب اللي هو التحتيب، المبارزة بالعصي، اللي هما يضربوا بعض بالعصي كده وهم بيرقصوا، ده اسمه تحتيب. درم يعني طبلة. سمسمية ده شكلها، دي آلة موسيقية اسمها السمسمية. رايثم يعني إيقاع، رايثم. perform يعني يؤدي. step يعني يخطو، يتحرك خطوة، step. وطبعا lively مليء بالنشاط. colorful مزركش بالألوان. famous يعني مشهور. is linked يعني مرتبط به. stick يعني عصا. fighting يعني عراق. costume يعني زي الهدوم اللي بيلبسها الناس، costume. dark يعني غامق، لونه غامق. plain يعني سادة، ما فيهوش أي نقوش. patterned اللي هو الكارو اللي فيه الخطوط بالعرض وبالطول، ده اسمه patterned. special patterns يعني أنماط خاصة، في أشكال كده خاصة. different areas يعني أماكن مختلفة. location يعني موقع. geography جغرافيا. history يعني تاريخ. culture يعني ثقافة. attractions أماكن الجذب. entertainment يعني متعة، تسلية. facts حقائق. definitions تعريفات. details تفاصيل. description وصف. high mountain يعني جبل عالي. art exception يعني معرض فني. art exception
craft, craft يعني حرف يدوية, skilled, skilled يعني ماهر, carpet making يعني صناعة السجاد, tent, tent يعني خيمة, خيامية, خيامية اللي هي الخيامية فن التطريز والزخرفة على الأقمشة اسمه خيامية, create يعني يبتكر, decorate يعني يزين يزخرف, occasion مناسبة, wedding يعني زفاف, headings يعني عناوين, complicated يعني معقد, stores يعني محلات, stores محلات, coastline اللي هو ايه, ساحل اللي هو الساحل بتاع البحر, coastline, Mediterranean Sea يعني البحر المتوسط. في عندنا بعض الديفينيشنز او التعريفات لازم نحفظها لان الحته دي مهمه جدا في الدرس. عندنا هنا location يعني موقع, where a place is in the country المكان فين في البلد, geography الجغرافيا, the environment and any natural feathers البيئة أو أي مكونات طبيعية أو أي حاجات طبيعية, attractions مناطق الجذب, what you can do and see in a place الحاجات اللي ممكن تعملها وتشوفها في المكان, history التاريخ, information about what happened here in the past معلومات عن اللي حصل هنا في الماضي, culture يعني ثقافة, traditional art الفن التقليدي, entertainment الترفيه أو المتعة, food and music الطعام والإيه والموسيقى دي الكالتشر. عندنا هنا جزء خاص بالريدنج برضو مهم جدا ولازم نعمل ريدنج زي ما قلنا لوحدينا, وقف الفيديو أو اعمل له بوز واقرأ لوحدك وشوف احنا قرينا صح ولا لأ, علشان أهم حاجة إن احنا نعمل ريدنج لوحدنا زي ما احنا شايفين في الصورة بيتكلم عن برضو الدانس والميوزك. فأنا بيقول لنا folk dancing has a long history in Egypt. It is linked to the folk music of different areas. Nubian dancing is lively and colorful. People move their arms and feet to the rhythm يعني ايه ايقاع الموسيقى, ما بيحركوا دراعاتهم ورجليهم على ايقاع الايه الموسيقى of the music الموسيقى. Rax Asaya is probably the most famous dance from the Seidi musical tradition. The dancers use sticks, asaya, and step quickly in special patterns. The tahtib is also from the traditional of Seidi music. Seidi music. The dancers carefully perform a dance with sticks in a way that looks like fighting. هما بيمثلوا كأنهم بيعملوا fighting بس هما بيلعبوا بالعصاية بيرقصوا بيها كأنه fighting أو كأنه عراق. Dancers wear special costumes. Costumes. These can be dark and plain or bright colored and patterned. In the cities alongside the
سويس سويس كانال. سويس كانال لا قناة سويس جنب بقى بمحاذاة قناة سويس. There are international types of music and dance. Musicians 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 الموسيقيين musicians play the simsmiya a Bedouin instrument as well as drums. تمام تمام كده. بيقول لنا هنا خلي بالك وده هنا جزء حفظ. When you write a description, use a mixture يعني خليط of adjectives. بتستخدم خليط من الصفات and adverbs والظروف to make your writing more interesting. بتستخدم مزيج من الصفات والظروف اللي هي ظرف المكان وظرف المكان علشان تخلي الموضوع اللي انت كاتبه ايه more interesting او ايه اكثر تشويقا. بيقول لك خلي بالك دي مش حفظ. لا هنا writing tips بيقول لنا هنا لازم تخلي بالك نصايح بقى في الكتابة writing tips أو نصيحة في الكتابة. The first sentence or sentences الجمل الأولانية of a paragraph الخاصة بالنص is usually called the topic اللي هي بتسميها الموضوع or introduction أو المقدمة أو introduction sentence أو جملة المقدمة. It explains هي بتشرح the main idea الفكرة الرئيسية of the paragraph الخاصة بالنص. The last sentence الجملة الأخيرة in a paragraph في النص أو في النص المكتوب usually عادة presents بتمثل a summary of the topic ملخص الموضوع in other words بكلمات مختصرة في كلمات تانية. Topic sentences جمل الموضوع بقى in paragraph في النص أو في النصوص should be developed لازم بتكون متطورة يعني لازم نطورها وننميها ونحسنها with facts بالحقائق نحط لها كده حقائق في النص عشان تبين ان احنا بنتكلم كلام صح مبني على حقائق. definitions وتعريفات and details وايه وتفاصيل. هنا بيشرح لك لما تيجي تكتب paragraph في الاول خالص بتبقى الجملة الرئيسية أو الجمل الرئيسية الأولانية دي اسمها topic sentence أو sentences. النص بيبقى ده اسمه الـ topic نفسه. في الآخر خالص أو في آخر النص بيبقى فيه الـ paragraph في آخره كده جملة أو أكتر دي بتبقى summary أو ملخص ودي بتلخص لنا الكلام بتاع الموضوع. بيقول لك لازم topic أو الموضوع نقويه وننميه بطبعا بعض facts أو الحقائق وبعض الـ definitions أو التعريفات المعروفة والناس عارفاها متعارف عليها وبعض الـ details أو الـ إيه أو التفاصيل. ده لما بتيجي تكتب أي paragraph بتكتب الحاجات أو بتكتب الموضوع بالشكل ده. طبعا كده احنا خلصنا lesson 5 و lesson 6 وعندنا exercises ده homework علينا. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي نشرح unit 4 و theme 2 ونبقى كده بدأنا في theme 2 وخلصنا نص المنهج إن شاء الله. أتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى إلي 1000 استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.